اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيف اللي منورين في الاستوديو اللواء دكتور عادل توفيق، مدير العلاج الطبيعي والتاهيل بنادي الاهلي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بقناه الاهلي، بيتنا الثاني. طبعا طبعا يا دكتور، حضرتك يعني قبل طبعا ما تبقى مدير العلاج الطبيعي والتاهيل في النادي الاهلي، حضرتك اهلاوي درجه ثالثه. انا اهلاوي ابا عن جد، والدي الله يرحمه كان لاعب العاب قوه في النادي الاهلي، فانا ابا عن جد اهلاوي اصيل يعني. طبعا طبعا، فده اللي هيخلي كمان الحلقه جميله ان شاء الله. دكتور هنبتدي منذ البدايه. طبعا كان يعني في دائما شكوى مستمره ان احنا بنطلع نعمل العلاج الطبيعي بتاعنا بره والتاهيل بره، والموضوع كان بيبقى فيه بعض الامور اللي ما كانتش دايما على اكمل وجه. الفكره جت ازاي وابتدينا امتى الموضوع ده؟ طبعا هو حضرتك زي ما انت عارف ان يعني النادي الاهلي دايما وابدا له الرياده في كل شيء، وكان من ضمنها قصه العلاج او علاج اللاعبين. الحقيقه ابتدت الفكره من زمان جدا، من ايام ما كان موجود الاستاذ مختار التتش، المدرجات دي كنا العياده هناك موجوده، وابتدينا بقسم علاج طبيعي حاجه بسيطه كده لعلاج اللاعبين. والحقيقه ابتدت يعني على خفيف جدا بالاجهزه التقليديه اللي كانت موجوده، وابتدينا في الاخيره الفتره الاخيره نحدث في هذا الكلام ونطور فيه. طبعا كان مهم جدا ان احنا نشوف الاول اصابات اللاعبين بتتم ازاي، ندور على احدث الاجهزه اللي هنشتغل بيها ونشتغل عليها، ولغايه ما وصلنا للي احنا هنشوفه دلوقتي والساده المشاهدين هيشوفوه على التلفزيون، كم الاجهزه الحديثه جدا اللي استعنا بيها في علاج اللاعبين، ومش بس اللاعبين والاعضاء كمان. صحيح، ما دي ميزه كويسه جدا ان انت مش قافلها بس على اللاعبين. ليه لا؟ طالما الاجهزه موجوده والدنيا حلوه ليه لا ما يبقاش الاعضاء كمان؟ طب خليني اقول انه التطوير اللي حصل هي فكره قديمه طبعا زي ما حضرتك تفضلت وذكرت. احنا في الفتره اللي فاتت حصل تطوير، انا الحقيقه لمسته حتى بنفسي وانا لما رحت. بدات ازاي التطوير؟ خططت ازاي؟ مشيت على محاور ايه عشان توصل للي ان شاء الله هنشوفه دلوقتي؟ طبعا هو في اكتر من محور اشتغلنا عليه. اول محور هو النهارده لما يجي اللاعب يتعالج في ناديه، طب ده هل امان له ولا ما يتعالج في عياده خارجيه؟ يبقى اذا من الناحيه النفسيه لازم اوفر الامان النفسي للاعب انه بيتعالج في مكانه في بيته الثاني. وكذلك طبعا بالنسبه للاعضاء، ان العضو طبعا بيجي فبيتعالج في ناديه اللي بيمكن زي ما بنشوف كده في ناس بتقضي طول الوقت في النادي. بالزبط. بتجيب ولادها من المدرسه على النادي، بيعملوا الهوم ورك في النادي، بيتمرنوا في النادي، وكمان بيتعالجوا في النادي. بالظبط، يعني حاجه ميزه كبيره جدا. فعشان ده كان اول محور. المحور الثاني طبعا ان في نفقات بتستهلك في هذا الكلام، يعني جلسات العلاج الطبيعي بره مكلفه جدا فعلا. برضو عشان يبقى النتيجه قدامي، طب ما يبقى دكتور النادي هو اللي بيعالج اللاعب وبيشرف عليه وبيتابعه وبيبتدي يشوف ايه المراحل العلاج بتاعته والتطور بتاعها. كمان بعمل سيفنج للتايم، يعني النهارده اللاعب بدل ما يخرج بره ويروح يعمل الجلسه ومواصلات ويرجع، طب ما هو في مكانه هيتعالج ويقدر يروح تدريبه او يقدر يروح التاهيل يحضر بتاعه، يحضر فرقته يحضر مع التدريب. هنتكلم فيه بعد كده موضوع التاهيل، يعني ده كان الشق الثاني. احنا هنخلينا بس في الشق بتاع العلاج الطبيعي. طب دكتور انت يعني اسست التطور او الطفره اللي حصلت دي، هل احنا عندنا في كل الفروع مركز ولا هو المركز بتاعنا بس في اهل الجزيره؟ لا طبعا، احنا الحمد لله لينا في كل فرع مركز علاج طبيعي ومتطور جدا. هي نفس الاجهزه اللي موجوده في الجزيره، هي نفسها اللي موجوده في الشيخ زايد، هي نفسها اللي موجوده في مدينه نصر، وهي ان شاء الله نفسها اللي هتبقى في فرع التجمع ان شاء الله باذن الله. طب يعني حضرتك يعني بدات في التطوير ده او في تواجد الفروع دي، يعني المراكز اللي في الثلاث انديه، في وقت واحد ولا بأسست الاول الجزيره وبعد كده انتقلت مثلا لمدينه نصر اسسته وبعد كده انتقلت للشيخ زايد، ولا مشيت في كله بالتوازي؟ هو طبعا بالمناسبه طبعا لا يمكن اقدر واحنا بنتكلم عن الموضوع نغفل دور الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه وعضو مجلس الاداره الحالي، وكان داعم جامد جدا ومؤيد ومساند لينا في كل طلباتنا الحقيقه اللي احنا طلبناها لتطوير وحده العلاج الطبيعي بالنادي. احنا ابتدينا الاول بالجزيره وده اللي كان الاساس اللي شغالين عليه، وبعدين مع الوقت ومع تزايد الطلبات علينا وتزايد الفروع ابتدينا عملنا الشيخ زايد، وبرضه على مستوى عالي جدا، وبعد الشيخ زايد فتحنا فرع مدينه نصر. ويمكن يا دكتور دي لقطات من يمكن تاهيل بعض اللاعبين والاعضاء النادي
في المركز الـ طبعا تأهيل في ده دول اعضاء طبعا موجودين ولاعبين في نفس الوقت، ودول اخصائيين تأهيل. وعايز بقى اتكلم على اخصائيين التأهيل هنا في حاجه مهمه جدا. اتفضل يا دكتور، خد راحتك. ان احنا النهارده يعني كل رياضه ليها تأهيل معين، يعني اللي بيأهل السباحه غير اللي بيأهل العاب القوه، غير اللي بيأهل السله، غير اللي بيأهل الباسكت. صحيح. كل لاعب من دول له برنامج يتناسب مع متطلبات اللعبه اللي بيلعبها. صحيح. ده الجديد اللي بنعمله يعني. كلام ممتاز جدا. والتأهيل مش واحد، يختلف. بالظبط كده. يختلف عشان العضله بالزبط. اللي بتشتغل غير العضله اللي بتشتغل هنا غير هنا. للاعبين بالظبط كده. فعشان كده دايما بنلاقي ان تأهيل لاعب باسكت بتتطلب حاجات معينه، تأهيل لاعب الطايره بتتطلب معينه، تأهيل لاعب الهاند بول، الالعاب الفرديه ليها متطلبات ثانيه خالص، لانها برضو بتعتمد على الابيليتي او قدرات اللاعب الشخصيه. طب يا دكتور، يعني احنا انتقلنا يعني شفنا الجيم والتدريبات، شو دي مركز مثلا وحده من وحدات العلاج الطبيعي، ودي بعض الاجهزه اللي تم توفيرها للوحده. يعني كلمنا عن الوحده دي، ايه الاجهزه، ايه المنظر اللي احنا شايفينه، وخليه معانا شويه يا جماعه. يعني هنبتديها حاجه حاجه كده عشان فضل. نقدر برضو نشرح للساده المشاهدين ايه اللي هم شايفينه. دي وحده التخسيس، ودي احدث وحده ابتدينا دخلنا بيها تخسيس. لو رجعنا ورا ايه ده؟ كلام جد يا دكتور. ما ده اللي كان جاي في الموضوع بقى، ان احنا بعد ما عملنا العلاج الطبيعي وخدنا فيه خطوات جامده جدا، دخلنا في التاهيل. والتاهيل ده كان على فكره كان فيه حاجه مهمه جدا كانت بتحصل. كان معظم الحالات سواء كان لاعبين او اعضاء، بعد ما بيخلص جلساته الاقيه بعد فتره قريبه يرجع لي تاني. بيشتكي. يا اصابه مماثله، يا حاجه فوق يا حاجه تحت. فكرنا طب ايه المشكله؟ لا المشكله لانها ببساطه جدا ان القصه مش قصه انه اتعالج وبس الالم بتاعه راح، لا هو لم يؤهل عشان يرجع لرياضته من تاني. الله ينور عليك. وعشان كده الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نعمل حاجه اسمها بقى التاهيل. والتاهيل ده بقى عشان اخلص اللاعب او العضو من عندي وينزل اللاعب ملعبه جاهز. يعني ياخد المدرب مني اللاعب جاهز على تدريب، ما يأهلوش بقى او يديله فتره انتقاليه للتاهيل. تحت اشرافك التاهيل؟ الحمد لله. الحمد لله اخصائيين تاهيل مؤهلين كلهم ماجستير ودكتوراه ما شاء الله. يعني بيشتغلوا من اختيارك يا دكتور؟ طبعا حضرتك بتختار كلهم. الحمد لله بختاروا واحد واحد انترفيو. طبعا وبالسي في معينه بشوفها كويس قوي. وطبعا اللي كانوا موجودين الاول تحت اختبار لغايه ما ثبتناهم وتاكدنا من كفاءتهم تماما. طب يا دكتور خلينا نرجع لوحده العلاج الطبيعي اللي شفناها. يعني انا ما شاء الله شايف اجهزه. انا كنت لاعب، يعني يمكن انا بطلت من 7-8 سنين. ولكن انا شايف اجهزه. يعني انا الحقيقه ما شفتهاش وانا بلعب. خلينا ايه يعني ده جهاز الكافيتيشن والراديو فريكونسي، وده من اجهزه التخسيس. تخسيس. احنا بعد ما فكرنا في زي ما قلت لحضرتك في العلاج الطبيعي والتاهيل، لقينا عايزين نقدم خدمه ثانيه للاعضاء. سيفن ستارز بقى. سيفن ستارز لو حد من اللعيبه زاد في وزنه شويه ممكن كده. حاجه زي تساعد. فبنستخدم الاجهزه دي للتخسيس الموضعي. حاجات معينه بالظبط. الاماكن معينه في الجسم بنحتاج نخسسها بجهاز الكافيتيشن والراديو فريكونسي. بس ده بقى جهاز ليزر والتراسونيك حديث جدا يا دكتور. ده احدث اجهزه الليزر والالتراسونيك، حاجه هايل ادفانس جدا، متقدمه جدا ما شاء جدا. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا ماركات عالميه طبعا. ودي برضو جهاز تنبيه عضلات واعصاب، وجهاز موجات فوق صوتيه ما شاء الله، جهاز اشعه تحت الحمراء. طب الجهاز الاصفر ده بقى ده جهاز الكرايو، وده احدث اجهزه التخسيس الموضعي. عايز اقول لحضرتك جلسته ده اللي بيخسس بالبروده؟ بالبروده بالتبريد. دكتور ده انا بقرا يا دكتور والله العظيم. انا بالكرايو ده لسه نازل. وده ملوش اي سايد افكت خالص اطلاقا، لانه هو بيستخدم البروده بالظبط كده في اذابه الخلايا الدهنيه. اصل انا قريت في الموضوع ده بالظبط كده بالتجميد. يعني حاجه عاليه جدا جدا ما شاء الله. وبنقدمه طبعا باسعار غير عاديه عندنا طبعًا. جدا طبعًا. رمزيه طبعًا. جدا جدا لا تقارن مثلا باول ايه يعني عشر بره. طب ما ده خدمه للاعبين وخدمه للاعضاء الحقيقه. والله بص يا دكتور، يعني كلام حضرتك حاجه جميله جدا، وحاجه محترمه، وحاجه يعني مرتبه الحمد لله. تشجع الواحد انه يخش في امور تانية أوي. طيب هنقول ناخد مع بعض كده مثل لعيب 18 سنه اصيب في مثلا بسبرين انكل، ناخد الحاجه الشائعه، وجي لحضرتك وشخص انه سبرين انكل، وجي لحضرتك العياده او جه حضرتك في المركز، بتبتدي مع ايه الرحله اللي بيمر بيها اللاعب حتى ان يعود الى الملعب مره اخرى؟ هي طبعا اول مرحله انت حضرتك اتكلمت عنها هي التشخيص، ودي مهمه جدا. وطبعا بقى عندنا وسائل تشخيص عاليه جدا جدا الحمد لله،
بتساعد الاطباء ان هم يشخصوا بمنتهى السهوله والبساطه. ايه هي برضو اذكر لي ده يا دكتور، يعني ما تعدليش التشخيص كده. لا خدني حته حته. هي طبعا بتبقى مثلا من بتبتدي من الاشعه العاديه للاشعه المقطعيه لاشعه الرادين المغناطيسي للموجات الفوق الصوتيه التشخيصيه. الله. كل دي وسائل بيشخصوا بيها. احنا متعاقدين مع جهات بتوفر لنا الخدمه دي؟ اه طبعا. هاي. طبعا عندنا مش هقدر اقول طبعا اسامي. لا طبعا اسامي. احنا متعاقدين مع جهات طبعا طبعا بتوفر لنا باجر رمزي جدا، وطبعا دي خدمه للنادي الاهلي لان شرف لاي حد متعاقد مع النادي الاهلي. يعني مجرد ما حط السي في بتاعه انه بيعالج او بيكشف او بيبقى من الجهات الطبيه بتعمل مع النادي الاهلي، بالظبط دي شرف كبير جدا اي مكان انه يكون بيتعاقد او بيتعامل مع النادي الاهلي طبعا. طب دكتور لما بيجي لك اللعيب عنده سبير انكل بياخد موافقه انه يروح يعمل مثلا رنين، بيروح يعمل حاجه، الاجراءات دي بتاخد وقت قد ايه؟ يعني انا برضو عايز اعرض للساده المشاهدين بتاخد وقت قد ايه؟ بيروح لعقبال ما بيروح ياخد موافقته ويروح للجهه تعمل 24 ساعه. 24 ساعه ما بين الاصابه وما بين قرار انه بياخد الاشعه التشخيصيه اللي هيروح يعملها وبيجي لي بيها بعدها مباشره بنبتدي فورا العلاج. بيبقى في نظام طبعا اداري كده للتحويلات عشان نضمن بس اليه الشغل طبعا. اللي بيجي تحويل مركزيه يبقى انت عارف كده. الدنيا فيها ايه. بيجي تحويل من الطبيب الفرقه بالتشخيص، بنبتدي على طول البرنامج العلاجي. انا بشوف اللاعب بحط له البرنامج العلاجي بتاعه بعدد الجلسات المحتمله ليها والاجهزه اللي هياخد بيها الجلسات. بالاجهزه طبعا اللي هياخدها بالتايم بتاع توقيتها بكل حاجه بالدوز بتاعتها الجرعه بتاعتها بكل حاجه يعني. طب دكتور لو اللاعب احتاج تدخل جراحي يعني مثلا لا قدر الله لا قدر الله يعني ودي ما بنحبش طبعا نقولها اصابه استدعت عمليه، ايه الاجراء؟ الاجراء برضو ببساطه جدا لم يعني ما بيتمش اي حاجه من دي الا بعد التشخيص المؤكد ليه وعرضه على اللجنه الطبيه عندنا، وبالتالي بتاخد القرار في الاماكن اللي احنا متعاقدين فيها الاجراء العمليات الجراحيه. طبعا لانه لو ما اتخدش تشخيص مظبوط انا ممكن اضر اللاعب. بالظبط لازم كده. يبقى 100% احنا عشان متاكدين. عشان كده اكدت لحضرتك ايه ان لا بعد ما بناخد اجراءاتنا التشخيصيه المظبوطه وتعرض على اللجنه الطبيه لاخذ القرار فيه وبتاخد القرار طبعا والكلام ده ما بياخدش وقت خالص يعني. هايل هايل يا دكتور والله بجد انا عايز اقول لك ان انا مستمتع جدا لان احنا كنا واحنا صغيرين يعني نتمنى نشوفه وشفنا اهو شفناه في النادي طبعا الأهلي. والحمد لله ان حضرتك شفته دلوقتي ويمكن ما عاصرتوش بالتقدم ده، انما حضرتك اكيد شايف ومستمتع بيه واولادنا بيستفيدوا منه لان احنا طبعا زي ما بقول لحضرتك احنا بنهتم جدا بالناشئين وده مهم جدا بالنسبه لنا. ثروتنا يعني دي الثروه الحقيقيه للنادي الاهلي. بالظبط ثروتنا الحقيقيه. طيب خلينا نتكلم انه مثلا هل في حالات يا دكتور يعني حضرتك برضو استاذ كبير ودرايب اللي انا بقوله، هل في حالات ممكن ما يبقاش علاجها عندي؟ هو حضرتك في المجمل معظم الحالات بتتعالج عندنا. ممتاز. معظم الا ما ندر اذا كان في حاجه بس وغالبا برضو يعني ايه يعني ما هياش كتير قوي يعني تعد على اصابع اليد الواحده على مدار السنه مثلا. ما افتكرش ان انا حاولت اكتر من حلقه او حالتين لبره. بتبقى حالات نادره المكان بالظبط كده لان ما شاء الله احنا عندنا كل الامكانيات المتاحه اللي موجوده وتضاهي اي مركز طبي متكامل في الشرق الاوسط. عالمي طبعا. انا شفت الاجهزه وحبينا نجيب انه مش كلام احنا جبنا وصورنا ويا ريت يا جماعه برضو تعرضوا لنا يعني برضو طول ما احنا بنتكلم اعرضوا لنا الحاجات دي عشان برضو نوري للساده المشاهدين انه مش كلام على ورق. لا الدكتور بيتكلم كلام حقيقي. نخبه من الاخصائيين العلاج الطبيعي اللي على مستوى عالي جدا جدا كلهم ماجستير ودكتوراه ومؤهلين جدا واهلاويه جدا طبعا. جدا طبعا ده حضرتك قلت لي انا بختارهم بالفرازه. طبعا دي تدريبات فريق كره اليد سيده اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. بالظبط في الجيم. طب قول لي يا دكتور اختيار الاجهزه اللي موجوده، انا دخلت لقيت الحمد لله ما فيش عضله مش متغطيه. بالظبط كده حضرتك احنا بنعمل سلك بنختار كل الاجهزه اللي تناسب كل عضله في جسم الانسان. ما شاء الله. ومش بس كل عضله في جسم الانسان وكل رياضه بتمارس داخل النادي الاهلي. يعني ليها شغلها وليها الاجهزه بتاعتها اللي تنميها سواء كان اطالات او تقويات او اعاده تاهيل او ما بنسميه اللي هو التوازن العضلي للاعبين واللاعبات. التمرين ده بالظبط اللي هو بينزل بيبقى دي مهمه جدا للعضله الاماميه وازاي ان هو لو حصل له اي تورشن او اي حاجه يبقى الركبه فيها ستابيليتي. بالظبط ويبقى في توافق عضلي عصبي. طب يا دكتور الجيم اللي احنا شايفينه ده في اهل الجزيره تمام كوبي بيست في الفروع كلها ولا في اختلافات؟ لا هو هو نفسه هو نفس الاجهزه ونفس الشركه اللي مورده هنا. ما شاء الله. بنفس الصيانه بكل حاجه بنفس الجوده بكل شيء نفس الجوده. عضو النادي الاهلي يا كابتن هيثم متدلع
في اي مكان ولا تمييز. يعني هو عضو من النادي الاهلي وبتاع الجزيره، هو نفسه بتاع مدينه نصر وبتاع الشيخ زايد، هو نفسه بتاع التجمع. ده حقيقي، وهو يستحق الجمال المميز صراحه، نفس الخدمه يستحق ان هو يكون في هذه الخدمه المميزه. طب دكتور خلينا نتكلم، انه حضرتك طبعا بالتنسيق مع دكتور محمد شوقي طبعا في مجلس الاداره، اكيد عندكم خطه يعني بلان في الفتره اللي جايه، ايه اللي محتاجينه، ايه اللي احنا مثلا شايفين ان احنا عايزين نطوره، لا احنا كده كويسين، لا يعني كلمني عن طبعا من حسن حظنا الحمد لله ان الدكتور احمد كان رئيس اللجنه الطبيه وهو الان عضو مجلس اداره، فاكيد هو هيبقى صوت اللجنه الطبيه في مجلس الاداره. ده من حسن حظنا احنا. طبعا من حسن حظنا. وعايز اقول لك على حاجه دكتور، عايز اقول لك اعضاء واللاعبين، اقول لك على حاجه كمان معلش انا اسف بقطع حضرتك، وده كان اختيار القايمه مع الدكتور مع كابتن محمود الخطيب، بيبقى اختيار ليه اهداف وابعاد يمكن بنعرفها بعد كده. يعني هو كابتن محمود الخطيب، وشفت له انا احد الحوارات وركزت كويس جدا في كلامه، انه دايما هو اختياراته هو شايف داخل على فتره معينه محتاج ان فلان او علان او ايا كان في قائمه الرؤيه. كابتن هاني الله ينور عليك، هي دي الرؤيه. يعني الانسان لما يكون عنده رؤيه يقوم يشوف اللي ما بيشوفوش الاخرين، والاخرين يشوفوه بعدها بشويه يقول صحيح. الله ده كان صح. صحيح كان معاه. طب قول لي الملف بقى، قول لي انتوا بتفكروا في ايه؟ هو اول اولوياتنا دلوقتي هي برضو ال الوحده برضو الممثله اللي هتكون في التجمع ان شاء الله باذن الله. ممتاز ممتاز. وبنوسع هيكله، بنعمل حاجه اسمها اعاده هيكله للمنظومه كلها، بحيث اللي حضرتك شايفه دلوقتي ده يعمم بقى على جميع الافرع سيستميكالي بقى، يبقى ماشي موضوع سيستم. ده سيستم النادي الاهلي، ان كل مكان في وحده علاج طبيعي، في وحده تاهيل، في وحده سمنه ونحافه، نفس الشكل ونفس كل شيء. ولسه بنضيف ليها بقى استشاريين تغذيه كمان. الله. لا دي جديده. دي انفراد لينا بقى. لانه انا كنت لسه انا رايح في الحوار للحته دي، بس انت جبتها بدري شويه دكتور طبعا بفتنه حضرتك المعهوده يعني. الحمد لله. لازم ماشي موازي ده التغذيه. بالظبط كده، فهيبقى في ان شاء الله استشاريين تغذيه علاجيه، واستشاريين تغذيه يعني رياضيه كمان. الله. يعني حاجه للاعضاء وحاجه للاعيبه البروفيشنال. بالظبط كده. وده الملف اللي مع الدكتور محمد شوقي دلوقتي ان شاء الله باذن الله، وهنبحثه معاه وباذن الله هنوصل فيه لحاجات كويسه، وهيبقى حاجه تشرف النادي الاهلي وتشرف مصر كلها. كلنا ثقه ان هيتعمل احسن حاجه من غير انا يعني ما بتكلم كتير. لا اطمن، انا عندي ثقه ومطمن ان احسن حاجه هتتعمل. طيب ان شاء الله. هروح لموضوع مهم، وهي الاجهزه دي كلها. دايما النادي الاهلي ليه زي ما بيقولوا رساله قوميه، مش بس ان احنا النادي الاهلي، ان احنا في النادي الاهلي بس اعضاء ولاعيبه، ولكن اكيد بيجي لك لعيبه منتخبات، هيجي لك لعيبه منتخبات مصر ممكن يحتاجوا استشاره، يحتاجوا استعانه بالاجهزه الجديده. هل حصل مع حضرتك الفتره اللي فاتت؟ بالفعل حصل في السنين اللي فاتوا دول، لاعبين كتير جدا من جهات كتيره، من وادي دجله ومن اكتر من نادي، يعني الحقيقه افدناهم برضو بخبراتنا واستفادوا من المكان، وده ممكن برضو عايز اقول ان هو ممكن يكون مدخل لنوع من البروتوكولات تكون موجوده ما بين الانديه. لان الفائده الطبيه لازم تعمم مع الكل، يعني بغض النظر عن المنافسه دي في الملعب، انما بقى ما يتعلق بالطب وصحه الانسان، لا ده اعتقد انه الحق للجميع. انه صحيح، وده النادي الاهلي بالظبط. يعني النادي الاهلي عمره ما بخل بامكانياته ابدا على اي مؤسسه او هيئه رياضيه في مصر، وعلى راسها طبعا الاتحادات الرياضيه. يعني وده دور النادي الاهلي دايما اللي بيعمله الحقيقه، واحنا مستمرين فيه ان شاء الله. ان شاء الله وهيستمر ده، لان احنا عارفين ان حضرتك بتفكر ازاي، والنادي الاهلي كله السيستم بتاعه ماشي ازاي. طيب هنتكلم مثلا عن لاعب يعني احتاج، او يعني لا قدر الله عمليه بالخارج، وده بنشوفها في اللعيبه الفرق الكبرى او الفريق الاول، او يعني هنطلع من الناشئين نروح للفريق الاول، احتاج عمليه بالخارج، عمليه سبيشال شويه بره، احتاج علاج طبيعي بره، الموضوع ده بيتم ازاي؟ هو برضه بيتم عن طريق تحديد نوع العمليه اللي محتاجها اللاعب. نعم. ودي طبعا بتبقى بعد التشخيص الدقيق زي ما اتفقنا، والفحوصات اللازمه، وياخد وقته تماما للوصول لاحسن حاجه، ثم بقى مراسله الاماكن الجهات اللي مشهور عنها علاج مثل هذه يعني الحالات. يعني احنا اللي بنراسل طبعا. طبعا طبعا اللي مشهور عنها علاج مثل هذه الاصابات او الحالات دي، وبنختار احسنها، وبالتالي بيتم التواصل معاهم ويتعمل حجوزات والكلام ده كله، ويبتدي يروح يتابع. يمكن الكلام بيجرنا يعني لمثال الناس كلها محتاجه تطمن عليه، اكرم توفيق وهو لاعب النادي الاهلي اللي اصيب في المنتخب. اكيد يعني دي حاجه انا عارف، يعني برضو بحكم خبره حضرتك
كيف يتعامل النادي الاهلي في حاله زي حاله اكرم توفيق؟ ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع قريبا الى الملعب. هو اللي عايز اقوله طبعا هو ده يمكن الحته مش بتاعتنا انت عارف طبعا منتخب طبعا في كوره بتاع بس هو في العادي كسيستم وده طبعا فريق درجه الاولى كره قدم ليهم جهازهم وليهم تعاملهم وكده لكن من خلال خبراتي في النادي الاهلي من اكثر من 30 سنه انا عارف ان اللي بيتم بسرعه كبيره جدا لمصلحه اللاعب بيتعمل افضل شيء ليه بنختار انسب الاماكن اللي ممكن يروح يعمل فيها العمليات وعندنا طبعا شفنا قبل كده في كريم نيدفيد وغيره قد ايه خد القرار ومحمد محمود مره واثنين القرار لا بيتاخد بما فيه مصلحه اللاعب وبسرعه وبيؤهل في احسن واكبر اماكن التاهيل ويمكن شفنا برضه ان محمود متولي قعد شويه في سباير صحيح بدعوه كريمه منهم يعني طبعا. وان كان طبعا احنا برضه عندنا كل الامال زي ما نقول بس حضرتك قلت دي بروتوكولات يعني بتبقى بالظبط كده بالظبط ولمسه جميله بتبقى يعني بتبقى من جميلة المكان وتقدير للنادي الاهلي يعني وما بيعملوش كده مع اي حد يعني طبعا 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 حقيقة. طب قول يا دكتور انت حضرتك لما بتيجي تاسس للمركز العلاج الطبيعي بيبقى عندك بعض الامور العلميه بتقول والله لا الاصابات دي محتاجه مثلا انفراريد محتاجه معرفش انا وات ايفر انا مش طبيب يعني محتاجه ليزر محتاجه التاسيس العلمي ده بيمشي على اعلى بروتوكولات في العالم ولا انت شايف ان احنا محتاجين بعض الاضافات علميا؟ لا طبعا هو احنا واصلين لاحدث حاجه موجوده في على مستوى العلاج الطبيعي في العالم من حيث اجهزه الليزر اللي موجوده الموجات فوق الصوتيه تنبيه العضلات والاعصاب الاشعه اللي هي الانفراريد الحمراء الفوق البنفسجيه كل ما يمكن ان تتخيله من اجهزه لا متوفر وفي كل كابينه يمكن لو كانوا بيستعرضوا الكباين كباين العلاج هتلاقي كل الحاجات دي متوفره في كل كابينه باعداد كويسه جدا يعني مثلا في الجزيره عندك كم كابينه علاج طبيعي؟ 8 كباين علاج طبيعي كلها مجهزه بكل الاجهزه اللي حضرتك شفتها دي. طب حضرتك يعني طبعا الجلسات شغاله وكل واحد داخل بحالته بتشخيصه وطبعا هو بيجي الاول العيان بشوفه وببتدي اعمل له تقييم للحاله اسسمنت للحاله بعمل له فحوصات اللازمه بكشف عليه كشف دقيق جدا بنفسك يا دكتور بنفسي طبعا ممتاز يعني حضرتك متواجد كل يوم يا دكتور يعني كل يوم متواجد كل يوم في اهل الجزيره طبعا وبتروح بتنتقل طبعا للفروع الثانيه الفروع الثانيه برضه ليها مديرين يعني مديرين. طبعا هاي. فرع الشيخ زايد له مدير وفرع مدينه نصر له مدير وله طقمه الكامل الصف بتاعه الكامل باجهزته بكل حاجته يعني وحضرتك بتفحص الحاله وبتكتب بفحص الحاله بقى عندي بحط البروتوكول بتاعها البرنامج العلاجي بتاعها بينفذه طبعا دكاتره عندي 8 دكاتره كلهم على اعلى مستوى مؤهلين جدا بينفذوا البرنامج العلاجي وبنشوف مثلا اذا كنا بنديله 6 جلسات بيعمل متابعه بعد 6 جلسات 12 جلسه بيعمل متابعه بعد 12 جلسه وهكذا يعني وحضرتك طبعا عندك يعني دكاتره رجال وسيدات طبعا لان في مجموعه من اربع دكاتره طبعًا. رجال واربع دكاتره سيدات عشان برضو الاختيارات تبقى متاحه للكل ويبقى كل بعد ما بنخلص برنامج العلاج الطبيعي بنخش بقى على التاهيل وزي ما اتفقنا كده ان التاهيل ده فعلا كان مرحله مهمه جدا جدا في شغلنا جنبتنا حاجات كتير جدا من الريكارنس او التكرار او الانتكاسات زي ما بنقول بالنسبه لانتكاسات اللاعبين من تاني مش بس كده ده كمان عندي بقى في الاعضاء بقى ايه التاهيل بالنسبه لهم بقى دلوقتي حاجه ايه يعني متعه صحيح لانهم بيستمتعوا في مرحله سنيه مثلا 50 و60 و70 سنه عنده شكوى قديمه عنده حاجه بيمارس رياضه بتتناسب مع حالته دي اجمل ما في الموضوع صحيح فيعني ايه كان كلهم معظمهم يعني مش متخيل انه في 60 سنه الرياضه ايه اللي همارسها لا انا كفايه كده لا تعالى بيمارس رياضه وبقى منتظم بقى الحباب يعشقها لدرجه بعض منهم احنا بقى معاك طول العمر ان شاء الله والله ربنا يديك الصحه دكتور حاجه جميله بس اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا طبعا عن العلاج الطبيعي والتاهيل بالنادي الاهلي ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع دكتور عادل توفيق طبعا مدير العلاج الطبيعي والتاهيل بالنادي الاهلي دكتور يمكن بعض التساؤلات اللي بتسائلها جمهور النادي الاهلي بصفه عامه وهي اسباب الاصابات وليه الاصابه بتحصل طبعا يمكن احنا مش متخصصين وفرصه جيده ان حضرتك موجود معانا ومرت عليك كل انواع الاصابات ايه العوامل اللي بتساهم او بتساعد ان اللعيب ده يتصاب هو طبعا في عوامل كتيره جدا عوامل تتعلق باللاعب نفسه وعوامل تتعلق بالتمرينه او التمرين نفسه وعوامل خارجيه بقى تتعلق بايه بارضيه الملعب بالعوامل المحيطه بيه بالجو بالكلام ده
يعني من اكثر العوامل اللي بتاثر هي عوامل الشخصيه بتاعه اللاعب نفسه. بمعنى دكتور اللي هو ايه؟ اللي هو طبيعه تجهيز اللاعب. اللاعب هل هو جاهز عضليا للرياضه دي ولا لا؟ طب اذا هو جاهز عضليا للرياضه، هل عمل تسخين كويس ولا يعني سخن نفسه كويس قبل ما ينزل الملعب؟ تسخين طبعا ده مهم جدا. نعم. عمل اطالات كويس ولا لا؟ عشان دايما انا ليا مقوله كده بقول دايما للاعب يعني او اللاعبين، يعني تسخين كويس معناها تمرين كويس معناها عدم اصابه. الحمد لله. تسخين صحيح. وحش صحيح. معناها تمرين او مباراه سيئه معناها لا قدر الله نسبه اصابه عاليه. فاذا نمره واحد بحط في دماغي التسخين. ده عامل من العوامل المهمه جدا اللي بتتحكم في حدوث الاصابه من عدمه. الحاجه الثانيه العامل النفسي بقى. في بعض اللاعبين بينزلوا وهم مشدودين جدا في الملعب. صحيح. وبالتالي الان من المباراه بالظبط كده، هو الان من المباراه هو متوتر جدا، هو ما نامش كويس، هو حامل هم الماتش ده هيأدي فيه مش هيأدي، ده بيشكل عيب نفسي عليه، والعيب النفسي ده بيحول الى عيب جسماني عليه. نعم. وبالتالي فالمتطلب بتاع العضله ما بيحصلش، يوم يحصل بقى اصابه الشد او التمزق او الكلام ده كله. طب ارضيات الملعب يا دكتور، هو ده بقى الجزء الثالث اللي في الموضوع، لان مش بس القصه كلها اللاعب نفسه، هو بيبقى في عوامل بيئيه حواليه، منها مثلا ارضيه الملعب اذا هي مش مستويه، اذا هي مش جيده، او اذا مثلا في العاب الصالات بتزحلق، اذا يعني الارض شويه ناشفه شويه، لو في ملاعب الصالات مثلا او في بيرج جراوند بره في النجيله مثلا مش مستويه مش عاليه مش مقصوصه بتاع، كل دي عوامل كتيره جدا بتساهم انها تحصل الاصابه. ولكن برضه لازم يكون معاها ان هو اللاعب نفسه لو هو فت ممكن يتجنب اصابه شويه. نعم. فهو لو مش فت لا هيبقى معرضه للاصابه اكتر. طب نصيحتك للاعبين الناشئين خاصه طبعا، لانه لسه في بدايه حياته، بيبقى لسه في قوه وانرجي، بيبقى عارف مش شايل هم الدنيا، وبقى سخن ما سخنش مش فارقه، نصيحتك ليه يا دكتور بحكم خبرتك في معالجه الاصابات المختلفه؟ اول حاجه بقولها دايما ما يستعجلش. يعني اذا كان عايز ينزل فهي لازم يسخن كويس. طب اذا كان سخن كويس وحصل لا قدر الله الاصابه، في ناس كتيره جدا عشان تحافظ على مكانها في الملعب فبتستعجل النزول. نزول. فبتخبي اصابتها. ده طبعا بيضاعف الاصابه بعد كده، بعد ما كانت بتبقى حاجه بسيطه لا بتبقى حاجه متوسطه او عنيفه. دي حصلت معانا شخصيا الحقيقه. دي ما حصلت مع كتير الحقيقه، وبرضه هي جزء منها بيبقى حب الانسان قوي للعبه. واحساسه ان هو يعني ما يقدرش يبعد عن الملعب، او حد ياخد مكاني، او ان انا او بقى الاحتياطي قاعد متحفز وقاعد يستنى الفرصه، وبالتالي فبيحق يعني يضطر يخبي الاصابه او يداريها او يتحامل على نفسه عشان يلعب. نصيحتي بقى لاي لاعب وخصوصا الصغيرين، ودايما انا بعمل كده على فكره، يعني لما بيجي لي لاعب في الوحده ويبقى مستعجل على النزول اقول له لا، قرار نزولك ده بتاعنا مش بتاع المدرب بعد اذنك. صحيح. ده علمي سليم، كلام علمي سليم بالظبط. وبعدين برجع اقول له تاني برضو اذا هي البطوله دي هتروح منك قدامك بطولات تانية. طب ما تخسرش بطولات عشان بطوله. صحيح. وبالتالي فبحاول بقى بقدر الامكان ابسطها له ويعني اسهلها عليه عشان يتقبل فكره انه ياخد برنامج العلاج بتاعه والتاهيل بتاعه لغايه الاخر من غير ما يزود في اصابته. طب هل عشان ينزل الملعب بيحتاج تصريح من حضرتك، بيحتاج تنسيق مع الطبيب اللي مع فرقته؟ هو الحقيقه يعني الحمد لله بينا عندنا في النادي الاهلي في تنسيق مستمر ما بيننا وما بين اطباء الفرق الحقيقه، يعني وفي تواصل مستمر، واحنا على فكره ليه عاملين جروب برضو في على الواتساب بيننا وبين بعض. تتواصلوا بسرعه التواصل. نتواصل بالظبط كده، والحقيقه هم يعني متجاوبين جدا وبيلتزموا باللي احنا بنقوله الحقيقه يعني. طب يا دكتور يعني فريق عملك، يعني لو قلنا في كل فرع من الفروع معاك عدد من الاخصائيين التاهيل والدكاتره اللي موجودين في وحدات العلاج الطبيعي، يعني معاك فريق عمل تقريبا، طبعا اكيد مش هيبقى في دماغ حضرتك الرقم بالظبط، بس تقريبا قد ايه؟ هو اللي موجودين في الجزيره حوالي 28 واحد. ما شاء الله. ونفسهم برضو في الفروع ولا موجود؟ موجود زيهم او يمكن كمان اكتر منهم في الشيخ زايد وفي مدينه طنطا. ليه انا بسال السؤال ده؟ انه احنا عندنا جهاز محترم، يعني عدد محترم، عدد بيلبي طلبات الفرق، ما عندناش عدد قليل. يعني يقول لك اصل ممكن اقول لك انا اروح الاقي الوحده مشغوله، لا احنا لمسنا ان الدنيا جميله ومترتبه وكل واحد بميعاده. وكمان في حاجه انا نعملها حاجه، انا مخصص كابينتين للاعبين، لان طبعا اللاعب ده ممكن يكون عنده تمرينه، عنده عايز ماتش عايز ويروح بالظبط كده، ده السريع او يعني الثمان كابينتين، في كابينتين للاعيبه. كابينتين دول للاعبين محجوزين باستمرار يبقوا فاضيين عشان اي لاعب عنده ماتش ما يتعطلش يخش جلسته ويجري على ملعبه على طول. دي خدمه برضه عاملينها كده للاعبين يعني. طب دكتور بحكم خبرتك ايه اصعب اصابه؟ اصعب اصابه بتتعبك او محتاجه تركيز او متابعه من حضرتك شخصيا
في الاصابات اللي احنا بنشوفها كتير. هي طبعا البعبع بتاع اللاعبين يعني الرباط الصليبي هو ده طبعا او هي وهي كمان اكتر اصابه بتاخد وقت اطول يعني. ليه يا دكتور؟ ليه يعني الناس بتقول لك الرباط الصليبي 6 شهور علاج طبيعي، فتره طويله جدا. كان زمان طبعا اللعيب يبطر يعني تبقى مقارنه باللي كان بيحصل قبل كده كانت الامور طبعا احسن كتير، بس ليه الرباط الصليبي؟ نشرح للساده المشاهدين ليه بياخد وقت. هو مش كلها 6 شهور على فكره، لان في حاجتين، في اما اعاده بناء للرباط الصليبي بتاخد فتره اطول، يعني الرباط الصليبي بيعمل له بناء، اعاده بناء ليه بتاخد جزء من الوتر وتركب مكان الرباط الصليبي، او الاصلاح، الاصلاح بياخد وقت اقل شويه من اعاده البناء، ودايما بيبقى معاه يعني اصابات في الغضروف الداخليه او الخارجيه برضه. لو استئصال بيبقى اسهل من الخياطه، يعني خياطه الغضروف اصعب شويه من الاستئصال، دي بتاخد وقت معانا في البرنامج العلاجي. ليها سكتها ودي لي سكتها. بالظبط كده، والاثنين في نفس الوقت بياخدوا البرنامج بتاعهم العلاجي، واحنا طبعا عندنا يعني برنامج بروتوكول رائع ماشيين عليه. هايل. طبعا الحمد لله. موحد. موحد يعني بيكتب بروتوكول بيخش بيه لاي دكتور بينفذه زي ما هو. يحضر حضرتك جزء منه. جزء منه بيشتغلوا في العلاج الطبيعي، والجزء الباقي بيكملوا في التأهيل. ممتاز. طبعا حضرتك عندك مثلا ارقام، يعني احنا عارفين طبعا حضرتك اكيد مش يعني الارقام اكيد مش مع حضرتك، بس يعني بنقول يعني بالتقريب مثلا يعني السنه اللي فاتت مثلا اهلنا كم لاعب رباط صليبي مختلف الالعاب؟ السنه اللي فاتت يمكن ما كانش عدد كبير قوي، يعني هم مش حوالي، في توقف كورونا والكلام ده كله. بالظبط كده، يمكن حوالي 6-7 في مختلف الالعاب. 6-7 ألعاب. في مختلف الالعاب، بس برضه رقم يعني. انا افتكر الستة سبعة دول لو احنا لجأنا لاحد المراكز اللي بره عشان يأهلوه، اولا مش هتطلع بنفس الكفاءه، لان انت يعني زي ما بيقول يعني ابني معايا. طبعا وبيتعالج في بيته، في نفس الوقت ناحيه اقتصاديه كبيره جدا. بالزبط. انت بعد اقتصادي كبير، لان الكورس بتاع التأهيل ده بيتاخد باكج على بعضه بارقام كبيره جدا بره. وزي ما بقول لحضرتك برضه ما بضمنش ايه يعني جوده الاداء. يعني لا، انا عندي ناس مؤهلين بيشتغلوا على هذا الكلام بقالهم سنين، نتائج الحمد لله قوية جدا جدا الحمد لله، مشرفة جدا. يعني زي ما بقول لحضرتك كده ما بيرجعش تاني. صحيح. يعني الحمد لله. الإصابة بتمشي ما بترجعش تاني. انت شغال مع لاعب من احد لاعبينك من ثروتك الكبيرة اللي هم انت عارف قيمته، عشان كده بتعالجه بكل جوارحك زي ما بالظبط كده. وعارف ان اللاعب ده يعني وقته فلوس. صحيح. الوقت اللي بيتعطل فيه فلوس. صحيح. بالنسبة للنادي. طب دكتور خلينا نتكلم عن الاستاف بتاعك، الدكاترة اخصائيين التأهيل، اكيد لازم حضرتك كل فترة بتعمل لهم زي تدريب، زي ريفريشمنت للمعلومات الطبية، يعني تديهم ما هو جديد، هل ده متبع؟ طبعا بالفعل. احنا خلال السنين اللي فاتت دول، خلال الدورة كمان اللي فاتت بتاعت المجلس اللي فات ده، احنا تقريبا كل سنة بنعمل مرة او مرتين ندوات تثقيفية، بنجيب استشاريين بتوع اللجنة الطبية بتوع النادي الأهلي برضو، برامج تدريبية. أساتذتنا اللي هم أساتذة الدكتور أحمد خليف مثلا بتاع الأنكل، وأحمد عبد العزيز، يعني أساتذة كتير جدا بيجوا، دكاترة كبار. بيجوا يدوا نصائح، بنسميها زي ورش عمل يعني. من خلال حاجة اسمها التدريب المستمر يعني. صحيح. بيطلعوا فيه على أحدث النظم اللي اتعملت في العمليات، التأهيل بتاعها بيتعمل إزاي، علشان يفضلوا اب تو ديت في كل معلوماتهم الطبيه يعني. طب شايف ده مفيد يا دكتور؟ يعني جداً. شايف ده مفيد، بيفيدك، بتحس ان هو دايما يعني انا دايما احب ان الواحد يكون دماغه يعني فيها الحديث. مش انا بقى اللي بشوف ده، المرضى اللي بيحسوا. صحيح. يعني طبعاً. المرضى حاسين تماما ان هو بيتعالجوا باحدث الطرق، بالتكنيكس الجديده اللي بتتعمل، الشغل المانوال اللي بيتعمل بالايد. لا طبعا الناس حاسه بالفرق الحمد لله. طب خلينا نروح لحته الاعضاء، يمكن العلاج الطبيعي للاعضاء مش لعيبه، ممكن يكون حد جاي لحضرتك عمليه في كتفه، وقع حد من الاعضاء، وقع مثلا من على سلم، عمل محتاج يعمل اشعات وجه لحضرتك، يعني قول لي برضو انت بتتعامل طبعا مع الرياضيين بقصه معينه. ده طبعا محتاج يرجع بهاي باور. خليها بقى مع الاعضاء فعلا شويه عشان الاعضاء العشق يعني. بالظبط. كلمني عن السيكونس بتاعها. هو اولا بدايه طبعا مجلس الاداره عمل حاجه جميله جدا للاعضاء فوق سن 60، تخفيض 50% من التيكت.
ده كده يعني في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم. ده واللي جاي بقى فوق ال 65 75% من التيكت. الله الله، يعني ما فيش يعني يعتبر 50% 75% حاجه رمزيه على الحاجه الرمزيه كمان. اه بالظبط، يعني هي حاجه رمزيه وتخفيض، يعني تكاد تكون مجانا. بالظبط كده، تكاد تكون مجانا قياسا طبعا للكلفه اللي بتتكلفها الجلسه. طبعًا وبرضه طبعًا لازم ما دام احنا بنتكلم لازم نقول ان في عندي حتى بعد ما جت كورونا انا بعمل اجراءات وقائيه عاليه جدا جدا من ادوات تطهير، من ملايات ديسبوزابل. شفنا حتى في البرنامج فيها زجاجات الكحول. يورونا يعني يا جماعه اعرضوا لنا برضه الملايات ديسبوزابل بتتغير مع كل عيان. طبعا لان اجراءات وقائيه احترازيه عاليه جدا جدا، والحمد لله لم تسجل عندنا الحمد لله الحمد لله اي حاله. لا الحمد لله الحمد لله بفضل الله يعني الحمد لله. طيب نروح للاعضاء، يمكن العضو بيجي لك عنده مثلا اصابه كتف. العضو بيجي لي باصابه متشخصه يعني عاده، يعني بيكون جاي عامل تحاليله وعامل اشعاعاته، وبتبقى كلها بقى معظم اصابات الاعضاء هي الاصابات المزمنه زي ما بنقول. اللي هي خشونات المفاصل، انزلاق غضروفي، التهاب مفاصل، التهاب اعصاب، حالات يعني كلها بتبقى حالات بنسميها كرونيك او مزمنه يعني. برضو انا دكاترتي الحمد لله مؤهلين للعمل مع الحاجات دي لانهم اوريدي بيشتغلوا في مستشفيات بره، فبيتعاملوا شافوها وعارفينها. بيتعاملوا معاها كويس جدا. بنفس البروتوكول ببتدي بفحص الحاله وبكشف عليها وبحدد لها البرنامج العلاجي بتاعها، وباكد على المريض ان حضرتك مش هتخلص 12 جلسه وهتمشي، لا انت معايا معايا شويه. وهو بيبقى حتى مش فاهم معايا شويه دي هعمل ايه بعد كده، يعني هو انت مش هتعالجني واروح؟ الا لما بيروح فعلا. اما بوديه بقى جيم التاهيل بعد كده، هو الكورس بيبقى 12 جلسه على مدار شهر. عايز اقول لحضرتك معظمهم بقى خلاص يعني قاعد معانا يعني مقيم. انا مش ماشي، انا اتبسطت هنا ومش استمتعوا بالمكان واستمتعوا بالكواليتي ونوعيه التدريبات، لان احنا تدريب برضو الناس الكبار ده فن. مش محتاج بقى اوزان ومحتاج احمال، لا محتاج حاجه اسمها اساتيك او سيرا بانز، اطالات بسيطه، تقويات خفيفه، حاجه اسمها كارديو، حاجه الجهاز العصبي والدوري، تشغيل توافق عضلي عصبي. بيستمتعوا يمكن لو جابوا لقطات للاعضاء المشاهدين هيشوفوا قد ايه الناس مستمتعه بوجودهم في الجيم فعلا. وقبل ده اكيد يعني اخصائيين تاهيل برضو البرسوناليتي بتاعتهم او مؤهلين طبعا لهذا الكلام تماما تماما. لا عايز اقول لحضرتك يعني معظم الاعضاء بيعتبروهم ولادهم بالفعل، مش بصدر رحمه. خلي بالك برضو كل ما بيبقى هو مش رياضي العضو بيبقى جاي يعني متعلق بالمكان ومتعلق باللي بيمرنه، فبيبقى الحته الشخصيه ان انت تحببه في المكان واضح من اللي حضرتك بتقول. الحمد لله يعني هتلاحظ حتى يعني لو يا ريت يا جماعه لو تشغلوها لنا كمان اللقطات اللي احنا هنشوفوا قد ايه الناس بتؤدي حاجه بحب، يعني بتؤدي حاجه مش تمرينه. لا بتستمتع بيها يعني. طب خليني اقول لك يا دكتور، يمكن الاصابات المشهوره يمكن عند يعني ابهاتنا واعضاء جميله عموميه كبار السن هي خشونه الركبه، يمكن دي اللقطات اللي حضرتك طلبتها ودي اعضاء دي يا دكتور. ايوه دول اعضاء ومختلف الاعمار بقى. مختلف الاعمار يعني هتلاقي، شوف اعمار عامله ازاي والاستمتاع قد ايه بالاداء التمرين. وحتى ورا في الخلفيه هو شوف برضو. طبعا شباب كلهم طبعا، بس الاعمار السنيه احنا طبعا بنقول كل اعضاء الشباب. السيدات وفي رجال برضو. وميزه الجيم بقى ان زي ما حضرتك شايف كده ان كله بيشتغل في هارموني جميل، كل واحد بيشتغل شغله. دي بس برضو اخصائيه التاهيل شغاله. مكان رائع الحقيقه، وواضح الاجهزه انها جديده ودايما صيانتها واضحه، يعني الصيانه بتاعتها الاجهزه ما قدمتش. لا الحمد لله يعني بيبان من الحديد والطارات والمقابض. بتحس ان الموضوع الحمد لله بيتعمل له صيانه بشكل دوري وجيد. يعني هنا الحمد لله حاله برضه تالت حاجه في الكتف. حاجات بالظبط كده، حاله كتف. كان عندها حاجه اسمها فروزن شولدر. كان تعب في مفصل الكتف. الحمد لله جايبه نتائج كويسه جدا. ما اشتغلناش بالاوزان الحديد، لا شغالين بالاساتيك بالظبط، عشان هنا مثلا انت تمرين ظهر يا دكتور. بالظبط ده تمرين ظهر ومحتاجاه وما عندناش مشكله خالص فيه. ده ظهر برضو وكتف القصه وكتف وظهر. يعني لا انا بقول لحضرتك دي حاجات امور يعني بحقيقه كنا يعني سعداء جدا هنشوفها في النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي ليه رساله، مش بس وده طبعا ده ظهر وحاجات وتمارين. تمارين بيستخدم جسم والكتفين، ده تمرين للكتفين مهم جدا، بيستخدم عن طريق استخدام البادي ويت وزن الجسم. تمام.
مش لازم اوزان لا. اه بس شوف حضرتك شوف الاداء عامل ازاي، تحس انها مزبوط. رياضيه يعني صحيح. تحس انها رياضيه، الزاويه مظبوطه ايوه يعني أيوة. بيبقى حتى مسكه الجهاز مظبوطه طبعا. دي الكباين ده جهاز الكرايو والار اف اللي هو الراديو فريكوانسي اللي هو شد الانسجه الرخوه بعد لا هاتوا لنا الكباين كمان، لان الدكتور كان يتكلم عن الاجراءات. ايوه شايفه دكتور دي دي المخدات اللي هي وان يوز بتتغير بالظبط بالظبط كل ده الحاجات دي بتتغير على طول بعد كل مريض، وده طبعا دي تكلفه على النادي، وانما حفاظ على صحه طبعا حفاظ صحه الاعضاء دي اهم حاجه عندنا طبعا يعني. وطبعا الارتداء الكمامات من المتخصصين والدكاتره والاخصائيين، كل الاجراءات الاحترازيه حضرتك بتشوفها بتتعمل في المكان، والحمد لله لم تسجل عندنا اي حالات الحمد لله، مكان مجهز بشكل جيد الحمد لله. لا بامانه حاجه تفرح. بص يا دكتور حاجه تفرح، انا بنفسي رحت يعني، كان لي الشرف ان انا اتعامل مع حضرتك يعني. ده احدث جهاز، الجهاز الاصفر ده بقى احدث جهاز يعني قيمته بتصل لنص مليون جنيه ما شاء الله. عندنا منه كم جهاز مثلا؟ لا هو واحد بس في كل مكان يعني، عندنا وفي الشيخ زايد في واحد غالي بس ما شاء الله واضح انه حديث جدا. لا ده انا عايز اعرف برضه تفاصيل اكتر عن جلسات وتعاملك مع الاعضاء، بس خلينا نتفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا طبعا عن وحده العلاج الطبيعي والتاهيل في النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع دكتور عادل توفيق مدير العلاج الطبيعي والتاهيل بالنادي الاهلي. دكتور يمكن التطوير اللي هو حصل في وحدة العلاج الطبيعي في نادي الأهلي والتأهيل يمكن في البداية كان من بدايته إيه، وهل التطوير ده حصل مرة واحدة في كل الفروع؟ يعني أقصد إنه كان في مثلا فرع، مثلا نقول زي فرع الشيخ زايد بدأ من الزيرو، ولا كان في أمور تانية؟ بس خلينا نبتدي الأول، بداية التطوير إمتى بالظبط؟ هو بداية التطوير ابتدت بالظبط من خمس سنين ونص تقريبا. اتنقلنا من كنا زي ما قلت لحضرتك في البدايه كنا في تحت مدرج التيتش كانت وحده صغيره، كانت وحده صغيره جدا حوالي فيها 3 4 كباين كده، باجهزه برضو كانت مش حديثه قوي. نعم. بس الاجهزه برضو البيزكس يعني الحاجات الاساسيه يعني. نعم. عندنا حاجات اساسيه لوحده العلاج الطبيعي لازم تكون موجوده، فكنا بادئين بيها وشغالين بيها يعني. وبرضه كان في جيم، برضه جيم انا فاكره يعني وما زال موجود لغايه دلوقتي، موجود لحد موجود. لا هو اتهدي طبعا، اتهدي انا قصدي بقى قبل ما يتهدي قبل ما يتهدي كان موجود الجيم ده برضه، كان مخصص برضه للاعضاء القدامى اللي هم بيحبوه قوي ومرتبطين بيه عاطفيا يعني. فابتدينا تقريبا خمس سنين ونص لما اتعمل المبنى بتاع الاشتراكات ده، اتنقلنا فيه كوحده علاج طبيعي. نعم. واشتغلنا فيه كعلاج طبيعي، وابتدينا يعني هو نحط بقى خط تطوير لغايه حوالي 3 4 سنين كده، ابتدينا بقى نطور التطوير الكبير ده اللي هي الاجهزه الحديثه اللي جت، اللي هي دخول وحده التاهيل للعمل والعمل بيها يعني، اللي ضمها للعلاج الطبيعي، ثم كمان دخول وحده السمنه والنحافه للمنظومه. كل ده كان على مراحل بقى خلال الاربع سنين اللي فاتوا دول، وطبعا كان بالتنسيق مع الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه، وكان داعم زي ما قلت لحضرتك في كل خطوه بنعملها. كان مؤمن بالخطوه دي جدا جدا، وكان على طول اللي بنطلبه يعني على طول بيتقدم بيه للمجلس، وكنا بناخد بموافقه الحقيقه الحمد لله. طب خلينا نتكلم مثلا في ارقام يعني ميزانيات عشان الناس تعرف برضه حجم الانفاق اللي النادي الاهلي ما بخلش بيه ابدا، او مجلس اداره ما بخلش بيه على اللاعبين والاعضاء. يمكن لو قلنا كابينه من الكباين عشان عشان مش هقدر اقول التوتال، انما كابينه من الكباين يعني الكابينه الواحده هتبقى اجهزتها في حدود حوالي ال 450 الف جنيه رقم كابينه واحده. طب وكل سنه الحاجات دي بتغلى، ليها اكسسوارز، ليها قطع غيار بتتعمل، ليها حاجات بتتبدل وتتغير. زي ما بقول لحضرتك يعني في 8 كباين رقم ملايين ملايين بتنفق. بالظبط كده. غير اجهزه التخسيس الموضعي، وغير اجهزه شد الانسجه الرخوه الكافيتيشنز، لا يعني في حاجات تانية غير انا بحكي حاجه كابينه العلاج الطبيعي بس الاساسيه بالظبط. بتتكلم في 450 الف نص مليون ده عشان كابينه واحده. فانما محاصيله الارقام طبعا دي هتبقى موجوده طبعا في الحسابات. طبعا انا بتكلم ان هو بالتقريب بنتكلم في ملايين 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 الموضوع طبعًا. انا قصدي اقول النادي الاهلي ما بخلش خالص، هو على اعلى مستوى الحقيقه. بعد ما خلصنا ابتدى بقى نشتغل في الشيخ زايد من الصفر. يعني الشيخ زايد ما كانش فيه واحد؟ لا ما كانش فيه. الشيخ زايد فرع جديد بس ما كانش فيه. فده يمكن كان اتعب شويه يعني، متعب بالظبط كده، لانك انت ابتديت من الصفر، ولكن ايه المكان كان مجهز كويس جدا تحت حمام السباحه. حضرتك اللي اخترته يا دكتور ولا هو من البدايه كان مجهز؟ لا كان مجهز، هو مجهز يعني في وحده في وحده علاج طبيعي هناك، وبرده وحده تخسيس رائعه جدا هناك.
اتجهزت في خلال برضو يمكن من 4 سنين برضو كانت جاهزه. كم كابينه هناك في الشيخ زايد برضو؟ برضو حوالي 8 8 برضو. 8 وبرضو حضرتك قلت نفس كوبي بيست، هو كوبي بيست هي نفس الاجهزه اللي موجوده هي اللي هناك، حتى جهاز الكرايو حتى الكابيتيشن كل نفس الاجهزه الموجوده هنا اللي هناك. لانه طبعا العضو الجمعيه العموميه بيقول لك يعني انا طب فرع الجزيره والفرع الرئيسي وكده، ولكن النادي الاهلي ومجلسه بيشوف كل الفروع طبعا متساويه. هو عضو النادي الاهلي في اي مكان يعني بالظبط، سواء هنا او هنا يروح يلاقي نفس الخدمه في الدنيا، هو عضو النادي الاهلي فلازم ياخد الخدمه نفسها متميزه. ابتدينا بعدها على طول على مدينه نصر، وبس كانت مشكله مدينه نصر المكان ما كانش كبير قوي. فبرضو عشان يعني العضو ياخد الخدمه بتاعته عملنا وحده هناك كويسه جدا فيها حوالي 6 كباين. ممتاز، 6 برضو مش قليل. كويس. باجهزه برضو حديثه جدا من نفس نوعيه الاجهزه اللي موجوده. طب انتوا انتهيتوا من فرع مدينه نصر امتى يا دكتور؟ لانه اخر فرع تم لا من حوالي سنتين ونص 3 سنين. ده من فتره. لا من فتره، فترة. يعني مش حديث يعني. لا من فتره، وبرضه من الصفر كان زي الشيخ زايد. من الصفر. ابتدينا ده انشأناه من الصفر من الصفر يعني. ودلوقتي طبعا في مكان تاني بيتعمل في مدينه نصر طبعا، لان انت عارف حضرتك فرع مدينه نصر كبير جدا. والاعضاء فيه ما شاء الله في مجمع لسه رهيب. مجموعه ملاعب رهيب يعني الاعضاء. فالوحده اللي موجوده هناك برضه مش هتبقى كافيه قوي، ففي بيتعمل دلوقتي وحده ثانيه اكبر منها كمان، يعني ممكن تبقى 8 أو 9. طبعا اكبر منها موجوده ان شاء الله بتتعمل وبتجهز ان شاء الله. ممكن تخلص على امتى يا دكتور بالتقريب؟ ان شاء الله ممكن خلال الشهور اللي جايه دي على طول. ان شاء الله يعني ان شاء الله يبقى نشوف وحده افتتاحها. هيبقى في وحده كبيره جدا هناك في ده خبر جيد وخبر جميل، ان يعني على حسب كثافه اللي يعني انا كنت ممكن اقول انا هعمله في فرع الجزيره، ولكن حضرتك شايف برؤيتك لا فرع مدينه نصر كبير جدا محتاج طبعا. خلي بالك هو بيخدم دلوقتي عضو التجمع اقرب له نروح مدينه نصر بالزبط. وان كان برضو عندي بيجي ناس من التجمع والله في النادي الاهلي الجزيرة. هو كده النادي الاهلي بيفتح بابه لاي عضو جامعه في اي مكان، كتير جدا من التجمع بيجوا الجزيره. طيب فرع التجمع حضرتك هل جالك رسومات للمكان؟ هل رحت عينت؟ لان طبعا انا سامع ان السوفت اوبننج هيبقى قريب، هل تخطيطك ليه فرع التجمع خاصه برضو هتبتدي من الصفر؟ ان شاء الله هيبقى في برضو جلسه مع الدكتور محمد شاوي ان شاء الله باذن الله، وهيبقى برضو هينحط الاوت لاينز الكبيره اللي تبين لنا احنا عايزين ايه ومحتاجين ايه والمكان المرشح ليه عشان نشوف ازاي يتفرش. صحيح الاجهزه يعني. صحيح يعني ده في البلان اللي حضرتك. هيبقى قريب ان شاء الله. قريب اول ما يستلم يتم افتتاح النادي فورا هتبتدي. هيبقى مع يعني مع المبنى الاجتماعي لما يتعمل والكلام ده ان شاء الله. صحيح صحيح. طب يا دكتور هو يعني حضرتك بتقضي كام ساعه في اليوم بالامانه في النادي؟ والله انا يعني مش عايز اقول لحضرتك ان ما بحسش بالوقت اللي بقعده في النادي حقيقي والله. يعني بتروح 5 6 ساعات بتلاقي الوقت بيعدي معاك. مش عايز اقول لحضرتك ساعات كتير جدا افاجئ بان الوقت ده عدى ازاي، يعني بيكون عندي ارتباطات مثلا بره انساها الحقيقه. انا بص يا دكتور انا يعني طبعا استضفت قامات كبيره والحقيقه، بس انا حاسس ان حضرتك بتحكي عن الموضوع باستمتاع وبحب. بحبه يعني يعني حاسس ان عملك في هذا المكان انت بتعشق العمل في هذا المكان. وهو ده دايما اللي بقوله حتى لاولاد يعني اللي بيشتغلوا معايا، احب اللي بتعمله. الله ينور عليك يا دكتور. احب اللي بتعمله عشان يعني تنجح فيه. تنجح. دكتور نورتين وشرفتين الحقيقه. انا مستمتع جدا وعايز افرد الحوار اكتر من كده، ولكن للاسف احنا مرتبطين بميعاد. بشكرك يا دكتور وكل التوفيق لحضرتك. دكتور عادل توفيق طبعا. شكرا لحضرتك حسن الاستضافه ومن اجمل الحلقات اللي عملتها، ومع حضرتك انسان جميل ومحب وعاشق للنادي الاهلي زينا. طبعا يا دكتور، وده حاجه تشرفني وجود حضرتك معايا. بشكرك دكتور عادل توفيق مدير العلاج الطبيعي والتأهيل للنادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، مش بس الابطال هم اللي بيحققوا انجازات، في ابطال في الكواليس وابطال بيقفوا وراء ابطالنا وليهم الحق ان احنا نطلعهم في الصفوف الاولى ونعرف الناس بحجم الجهد المبذول سواء من مجلس اداره النادي الاهلي او من صف طبي كامل جوه النادي الاهلي. هدفه في الاخر هو الحفاظ على كوادرنا الرياضيه. بشكركم شكرا جزيلا. انتظرونا في حلقه جديده مع الابطال، هنعرفكم اكتر واكتر مع حلقات جديده من الابطال.